السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها دور الحكومة اليمنية تجاه المواطنين اليمنيين في الخارج. بينما تفزع الحكومات لإجلاء مواطنيها من مقاطعة ووهان الصينية مركز وباء كورونا، لم تتخذ الحكومة اليمنية أي خطوة عملية تجاه رعاياها في الصين. أكثر من 190 طالبا يمنيا، ناهيك عن المئات غيرهم من العوائل المقيمين في مقاطعة ووهان الصينية، لا يزالون بانتظار تحرك حكومي لتأمينهم على الأقل. يمنيون في الشتات تفرقت بهم السبل، ضجت بهم السفارات والمطارات بحاجة لاهتمام حكومتهم. توقيف وترحيل قسري ومعاناة تتجدد على أبواب السفارات. وإذا ما أضفنا لذلك انقطاع المستحقات عن الطلاب، فإن طلاب اليمن في الصين تعتبر معاناتهم مركبة في ظل إجراءات الحجر والاحتجاز التي تضيق بهم يوما بعد يوم. عن دور الحكومة تجاه احتياجات المواطنين في الخارج سيكون معنا من مدينة خانجو بمقاطعة الجوجيان بالصين عبر سكايب الطالب علي المعطري، وعبر سكايب أيضا سيكون معنا من نيويورك الناشطة المجتمعية سمية الرميم، وسينضم إلينا آخرون. إذن قبل البدء وريثما يعني تجهز الاتصالات، سنذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع حول أوضاع اليمنيين في الخارج، نشاهد سويا. أدرس في جامعة China University of GSM في قلب مدينة أوهان، المدينة الموبوءة. طبعا حاليا الآن على الطلاب اليمنيين اللي في هذه المدينة ما يقارب 170 طالب يمني، لا أحد يلتفت لنا، كل الجاليات تم إجلاءها ما عدا الطالب اليمني. نتمنى منكم التفاعل، نتمنى من ناشد الحكومة بإجلاءنا من هذه المنطقة. احنا الان في السكن الجامعي، قبل يومين تم اصابة 4 طلاب باكستانيين بهذا الفيروس في الجامعة اللي جنبنا. الوضع جدا خطير، الوضع جدا موتر، لا احد يستمع الينا. نتمنى من حكومتنا ارسال، لا نستطيع التحرك من غرفنا، كلنا يعني ما نستطيع الخروج، لا نستطيع الخروج بسبب هذا انتشار الفيروس. فنتمنى من الحكومة إجلاءنا من هذه المدينة، نناشد الحكومة. الوضع جدا خطير، الوضع جدا مقلق وموتر، نسأل الله السلامة للجميع. الأوضاع هنا مرة خطيرة، فتم إجلاء طبعا الجاليات كلها العربية والأجنبية بشكل عام من مدينة أوهان، ونحن اليمنيين هنا لا حياة لمن تنادي، يعني ما حد معبرنا، ما حد عامل احنا اي حد. قامت الحكومة الصينية بحجر صحي غرض كبع انتشار الفيروس، فقد اغلقت جميع وسائل النقل والمواصلات في المدينة بما في ذلك رحلات الطيران والقطارات واغلاق المطاعم وغيرها من المحلات، وايضا لا نستطيع مغادرة مقرنا السكني. فنظرا للوضع الصعب الذي يمر به الطلاب المبتعثين وخوفا من الفيروس، فقد قامت معظم الدول بإجلاء طلابها المبتعثين خوفا من إصابتهم، ولم يتبقى سوى الطلاب اليمنيين الذي يبلغ عددنا 170 طالب وطالبة. فالتوتر والضغط النفسي في ازدياد مضطرب، خصوصا أصحاب العوائل خشية الفيروس، أسوة بغيرنا من الدول والجاليات بإجلاء رعاياها. أناشد رئيس الجمهورية والجهات المختصة لعمل المعالجات التي تستوجب القيام بها. إجراء طبيعي حرصا على عدم انتشار المرض، ونحن نحترم قوانين البلد الذي نعيش فيه، وهي قوانين حريصة علينا، ربما هناك حرص علينا بشكل كبير جدا، ولكن أن نبقى داخل البيوت، لا نستطيع الخروج من لقضاء حوائجنا أحيانا أو لشراء بعض الأشياء التي نريدها. فنشعر بالحصار، نشعر بالتخوفات، بالانتشار السريع، أحيانا نفاجأ بأن هناك في المبنى الفلاني أو في نفس المبنى الذي تسكن فيه أحيانا نمنع من بعض المصاعد، يقول لك لا الآن هي تحت التعقيم، يعني حالة نوع من الرعب وحالة طوارئ يعني أصبحت، وهم يتخذوا إجراءاتهم اللازمة ولكن
تؤثر علينا سلبا، على دراستنا، على أشياء كثيرة، على نفسيات. إذن مشاهدينا، هذه أحوال الناس أو أبناء الجالية اليمنية في الصين، طلاب وأيضا مواطنين يمنيين يقيمون في هذه الدولة التي انتشر فيها هذا الفيروس والوباء بشكل كبير، ولا توجد أي استجابة حتى الآن أو تحرك فعلي وجاد من قبل الحكومة ل يعني متابعة أوضاعهم و العمل على حل هذه المشكلة. إذن أبدأ هنا بالترحيب بضيفي من روسيا، الطالب يوسف مرعي. سيد يوسف، مساء الخير. مساء النور، أهلا. أهلا بك سيد يوسف. نتحدث اليوم عن أوضاع الجاليات اليمنية في الخارج ومدى اهتمام الحكومة والدولة بالناس أو أبنائها المقيمين في دول الخارج. يعني لو تضعنا في صورة لوضعكم أنتم كجالية يمنية متواجدة في روسيا، وكيف هو الاهتمام الحكومي والتعامل الحكومي ممثلا بالسفارة معكم؟ مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. بالنسبة لمشاكل الطلاب، هي مشكلة قديمة حديثة وتتكرر كل سنة وكل ربع وكل شهر. لا، الحكومة للأسف الشديد لم تتخذ آلية محددة لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج. هذه المشكلة ما يزيد عن 5 سنوات منذ أن بدأ الانقلاب في صنعاء للأسف الشديد، ومشكلة تأخر المستحقات قائمة، ليس هناك آلية محددة. الآن نحن في كل دول الابتعاث تقريبا ما يقارب الشهر الثامن تحديدا، لم نتقاضى مستحقات الربع الثالث الذي كان من المفترض أن نسلمه في شهر 6 وفي شهر 7 من العام المنصرم. الآن نحن في موعد استحقاق الربع الثاني للعام الدراسي الجديد. يعني الحكومة يجب عليها أن تدفع ما يقارب ربعين، على الأقل ربعين دراسيين للطلبة، إضافة إلى أنه الرسوم الدراسية للعام 2019-2020 لم يتم إرسالها. هذا يخلق مصاعب كثيرة على الطالب، مصاعب نفسية. يعني هي مصاعب كثيرة ومعاناة يعني واضحة، وبالتالي يعني ناقشناها كثيرا من قبل، مسألة مستحقات الطلاب. لكن اليوم إذا ما نظرنا أيضا لزملائكم الطلاب اليمنيين في الصين الذين يعني تعد مشكلتهم اليوم مضاعفة، يعني لا مستحقات ولا يعني وضع مهيأ ومناسب لأن يبقوا في هذا البلد في ظل الانتشار الواسع لهذا الوباء، يعني كيف تنظرون أنتم كطلاب لزملائكم وأوضاعهم في الصين حاليا؟ أعتقد نشر قبل حوالي ساعة بيان مشترك لأغلب اتحادات الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج، ما يقارب 10 إلى 11 دولة، من بينها اللجنة التحضيرية لطلاب اليمن في روسيا. شدد البيان على ضرورة أن ترسل الحكومة اليمنية مساعدات لوزارة التعليم العالي ووزارة المالية، المساعدة المالية للربع الثالث والربع الرابع بحسب التوجيهات التي أعلنت أن رئيس الوزراء وجه بسرعة صرف المستحقات للطلاب الدارسين في الصين. أتى الفيروس والطلاب الدارسين في الصين في ظل انقطاع المستحقات. الكل يعرف أنه في بعض الدول الطالب لكي يوفر لقمة عيشه يذهب لكي يشتغل بعض القليل من الساعات حتى يستطيع توفير لقمة عيشه. اللي حصل في الصين انه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 170 طالب مثلا في مدينة ووهان الصينية التي ضربها الوباء، والان هناك حديث عن ان الوباء ضرب مدن صينية اخرى يتواجد فيها طلبة يمنيين ايضا. نعم. 8 أشهر الطالب في الصين لا يجد، لم يستلم مستحقاته، وبالتالي الطلبة الذي كانوا يشتغلون بساعات قليلة لا يستطيعون ان يشتغلون، وبالتالي هم بامس الحاجه للدولار الواحد، اضافه الى ان المستلزمات الطبيه للوقايه من المرض تتطلب ايضا تكاليف باهظه، وبالتالي البيان المشترك الذي صدر عن اتحاد الطلبه اليمنيين في الخارج طالب الحكومه بدفع ايضا تعويضات للطلاب وبسرعه ارسال المستحقات للطلبه.
ايضا في موضوع المستحقات في روسيا مثلا، في روسيا من البلدان التي تمنع الطالب عن العمل بحسب قانون العمل الروسي. الطالب لا يستطيع ان يعمل الا اذا كان لديه اقامه او تصريح بالعمل، وهذا قليل جدا. وبالتالي نطالب الحكومه، يعني كم بحت اصواتنا ونحن نطالب الحكومه ونستجدي، يعني الحكومه للاسف الشديد لم تستطع ان تتعامل مع ملف الطلاب وهو ملف بسيط جدا. نعم. طيب يا يوسف، يعني هنا بعيدا عن المتكرر للأسف الشديد، نعم، يعني هي معاناة متكررة ومستمرة والحديث كثر في بشأنها، ولكن ربما لا مجيب حتى اللحظة فيما يتعلق بموضوع الطلاب. لكن لو أتينا نتحدث عن أوضاع المواطنين اليمنيين كجاليات في أكثر من بلد، وروسيا على سبيل المثال، يعني هناك دول عندما يتعرض مواطن من مواطنيها لأي مشكلة تفزع الدولة ويتم التحرك على أعلى المستويات لإصلاح أي مشكلة واجهت هذا المواطن، سواء كان طالب أو مقيم في أي بلد. بالنسبة للدولة اليمنية أو الحكومة اليمنية والسفارات التي تمثلها في كل بلد، ما هي آلية التعامل؟ هل هناك بالفعل يعني اهتمام للمواطنين اليمنيين وبالتالي تفزع هذه السفارات في عندما يواجه المواطن أي قضية أو أي مشكلة؟ أخي الكريم، من المعلوم أنه عمل السفارات في أي بلد في العالم، أي بلد، أنه السفراء والبعثات الدبلوماسية هي في الأساس يعني تساعد أبناء رعاياها في الخارج. يعني ما مهمة السفارات مثلا إذا لم تحمي وتدافع عن حقوق رعاياها في الخارج؟ إلا للأسف الشديد، إلا سلكنا الدبلوماسي اليمني، يعني للأسف الشديد السفير في أي بلد بدل من أن يكون مساعد اليمنيين وعامل مساعد مثلا في التخفيف من الحالة المزرية التي يمر بها اليمنيين، تجده يضاعف آلام اليمنيين وأوجاعهم. يعني للأسف الشديد مثلا هنا سفيرنا في موسكو السفير الوحيشي، كم ناشدنا وكم طالبنا أنه تصرفات هذا السفير لا تخدم القضية اليمنية ولا تخدم معركتنا مع الانقلاب. للأسف الشديد يقوم بإيذاء الطلاب بشكل متعمد وبشكل مهين، والكل يعرف ما حصل لي أنا وزميلي عندما سبع الشرطة الروسية سجننا، والقضية لا زالت قائمة. أيضا منذ أن وصل هذا السفير لم يفعل شيء للجالية اليمني للأسف. ما مثلا أحد اليمنيين الشهيد جعفر جسار مات في ظروف غامضة وظل في الثلاجة في ثلاجة الموتى لما يقارب شهر وعشر أيام، رغم تواصل الجانب الروسي مع السفارة للتحرك لم يتحرك. طالب آخر غرق في مات غرقا في مدينة بطرسبورغ لم تتحرك السفارة. طلب آخرين تعرضوا للطاعن ولم تتحرك السفارة للأسف الشديد. ناشدنا للأسف الشديد في نقطة سامجة، وزير خارجية وزارة خارجية تتحدث أنه هناك شكاوى وهناك رابط للشكاوى، أي طالب يشتكي على طول يعني بيت الإنصافة. تلقت وزارة الخارجية مئات من الشكاوى من الطلبة اليمنيين الدارسين في روسيا، لكن للأسف الشديد لم يتم الاستجابة لهذه الشكاوى. يعني من نناشد؟ ناشدنا رئيس الجمهورية، ناشدنا رئاسة الحكومة. للأسف الشديد السفير يتصرف في روسيا كرجل عصابة، لا يتصرف كرجل دولة من المفترض أن يقوم بواجباته على أكمل وجه. للأسف الشديد ربما يعني هي المعاناة متشابهة سيد يوسف، سواء يعني عندكم في روسيا أو في دول أخرى، الجميع يشكو و سنوات مرت والناس دائما في شكاوى متكررة ولكن لا مجيب مع الأسف. وبالتالي أشكرك جزيل الشكر سيد يوسف مرعي، طالب يمني كنت معنا من روسيا. أرحب الآن بضيفي من إسطنبول، أحد الطلاب اليمنيين، السيد حفظ الله العميري، صحفي يمني مقيم في مدينة إسطنبول التركية. سيد حفظ الله مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حفظ الله. نتحدث اليوم عن أوضاع الجاليات اليمنية في كل بلد، و
مدى اهتمام الجانب الحكومي والسفارات بشؤون هؤلاء المواطنين المتواجدين في بلدان العالم؟ كيف يعني لو أتينا بالحديث على مستوى تركيا، يعني كيف تجد تعامل الحكومة والسفارة في رعاية شؤون مواطنيها في هذا البلد؟ اهلا وسهلا اخي الكريم، اولا نشكركم على التطرق لهذا الموضوع الشائك. في الحقيقة السلطات الرسمية اليمنية في الخارج جلها ان لم تكن كلها لا تتعامل بشكل لائق مع الجاليات اليمنية في الخارج. مثلا هنا في تركيا لنا حوالي سنة ونص او سنتين، ما يقرب السنتين، كان لدينا سفير والان قائم باعمال المهام. تبع السفارة اغلبها قنصلية، يعني الطلاب المرضى، كثير من المرضى اليمنيين في أنقرة واسطنبول لا يجدون اي اهتمام من السفارة اليمنية في أنقرة. كذلك الطلاب الأربعة والمخصصات المالية التي تقدم لهم من الدولة منقطعة عنهم منذ 8 شهور تقريبا. الأوضاع المأساوية التي يواجهها المغترب اليمني في الخارج وفي تركيا بشكل خاص لعدم وجود سفير يمني هنا، ويبدو أن هناك توجه لتحديث مهام السفارة اليمنية في تركيا وتخصيصها فقط للشؤون القنصلية، وهذا أمر غريب صراحة، حيث أن العلاقة اليمنية التركية تمر بمرحلة ممتازة، ولكن هناك تقريبا وصاية على الحكومة اليمنية لجعل السفارة اليمنية في تركيا مهامها قنصلية، لا تتواصل مع الأتراك ولا تتواصل مع الجهات الرسمية التركية لتسهيل شؤون المطالبين اليمنيين في تركيا. هناك لحد الآن تقريبا 20,000 يمني في تركيا. لماذا الحكومة اليمنية لا تعين سفيرا في أنقرة ليهتم بهذه الجالية الكبيرة؟ الصعوبات كل يوم تزداد من ناحية العمل، من ناحية الفيزا، من ناحية كل الأمور تقريبا محلبطة. الجالية اليمنية في تركيا والوجاهة اليمنية هنا تبذل بعض الجهود لكنها ليست كافية لاستيعاب هذا الكم الكبير من المشاكل التي يعانيها المغترب اليمني في تركيا. هناك الآن أول إصابة في بحالة فيروس كورونا في تركيا. ما هي الإجراءات التي تقوم بها السفارة؟ لا شيء. يعني أنا أتكلم على مستوى تركيا فقط، ما بالك في السفارات اليمنية في الخارج خاصة مثلا في الصين. يعني ربما كما يتم الحديث أن حال هذه السفارة ربما أهون من الكثير من السفارات الأخرى، وبالتالي التقصير واضح وبين. لكن يعني نتساءل هنا، الناس لا يبحثون سيد حفظ الله عن دعم مالي من السفارات أو ما شابه، ولكن أحيانا يكون موقف أو تدخل معين في حل قضية تخص مواطن يمني سواء عالق أو حدثت له مشكلة في أي بلد ما، وبالتالي أيضا يعني يستكثرون حتى أنهم يقدمون هذا أو بعض الحلول للمواطنين الذين يواجهون مشاكل. يعني برأيك ما هي الأسباب في ذلك؟ أول سبب لهذه الحالات هو التعيين الكارثي أو التعيين الغير مدروس في السفارات لأعضاء السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج. هناك تعيينات على مستوى حزبي أو على بالوساطات لهؤلاء المسؤولين هم السبب. القنصليات أو السفارات اليمنية في الخارج تقريبا أغلب من يتواجد فيها أو أغلب من يعمل فيها تعين بالوساطة أو بناء على التزكية الحزبية أو ما شابه ذلك أو على المعرفة. يعني فهذا السبب الكبير الذي جعل السفارات اليمنية في الخارج شبه معطلة. السبب الآخر هو كمية الفساد المنتشر في هذه السفارات. هناك فساد كبير يدب في السفارات اليمنية في الخارج بلا رقيب ولا حسيب. وزارة الخارجية مقصرة فعلا في متابعة أوضاع السفارات إن لم تكن متساهلة مع هذا الفساد المستشري في هذه السفارات. يعني مثلا قبل أيام موقف حصل لأبناء الجالية اليمنية في تركيا، أحدهم علق في المطار ليومين لم يتابعوا. هو قضية العالق هذا سيد حفظ الله، يعني أنا كنت سأتي لك بتساؤل هنا. يعني هناك تم الحديث عن مواطن يمني أو طالب عالق في مطار إسطنبول منذ 11 يوم مضت، والرجل كان يطالب بأنه يتم السماح له بالسفر إلى بيروت، يعني حتى لا يبقى عالق في المطار، وبالتالي لا توجد أي استجابة حتى الآن، ولا يوجد أي اهتمام من جانب الدولة في قضية هذا المواطن. يعني ما هي الحكاية بالضبط؟
أنا حسب علمي أن له يومين، لكن هذه المعلومة جديدة بأن له 11 يوم. يعني تخيل، قام بعض الإخوة مشكورين بالاتصال بالسفارة، مواطن غير يمني، معظم موظفي السفارة اليمنية في أنقرة غير يمنيين، وهذا مخالف لقانون السلك الدبلوماسي وقانون وزارة الخارجية. يعني كارثة أن يتم تعيين مواطنين غير يمنيين في السفارات ليجاوبوا على أسئلة الناس. يعني هذه المشكلة سببت كثير من المشاكل للمغتربين يمين، حيث هذا الأخ أو الأخت غير يمنية، فما يحس فيك، ما يحس في المشاكل التي تعانيها. يعني 11 يوم في المطار يناشد، حتى أن انتشرت هذه المناشدة في مجموعات كثيرة لليمنيين هنا في تركيا ولا يجد تجاوب. يعني كارثة كبيرة يواجهها اليمنيين في الخارج في ظل هذه اللامسؤولية التي يتعامل بها أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارات اليمنية. نناشد الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية الالتفات لوضع السفارات اليمنية في الخارج وتعيين أصحاب الكفاءات وأصحاب المسؤولية في هذه السفارات لكي يقوموا بالخدمة الكبيرة، خاصة في ظل الآن اللجوء الكبير لليمنيين والجاليات اليمنية الذي استاثر عددها في الخارج، مما يستوجب تقوية السلك الدبلوماسي والعمل المؤسسي يعني المرتب لهذه المؤسسات أو لهذه السفارات والقنصليات في الخارج. نعم، أشكرك جزيل الشكر حفظ الله العميري، صحفي يمني كنت معنا من مدينة اسطنبول التركية. وأرحب هنا بضيفتنا عبر سكايب من نيويورك الناشطة المجتمعية سمية الرميم. سيدة سمية، سعد الله مساكي بكل خير. أهلا وسهلا فيك أخ وديع. أهلا بك. وديع هو المنتج وليس أنا. إذن لا مشكلة، فقط نتحدث اليوم سيدة سمية عن موضوع يعني ربما تأثر الناس به بشكل كبير في الخارج، وهو عدم اهتمام الحكومة والسفارات الممثلة لهذه الحكومة في الخارج بأوضاع مواطنيها المقيمين في جميع دول العالم. يعني كيف تنظرون يعني كجاليات يمنية في الخارج لأداء الحكومة تجاه الرعايا اليمنيين؟ طبعا احنا كمواطنين يمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية لسنا يعني احسن من الآخرين في الدول الأخرى للأسف. يعني فكما شهدنا انه لا يوجد دولة، فتغيبت الدولة وتغيبت الحكومة وتغيب السفراء. فللأسف احنا كمواطنين يمنيين شاهدنا في الفترة الأخيرة كثير من المشاكل التي واجهت الجالية اليمنية هنا في نيويورك وفي جميع الولايات، ولكن للأسف لا يوجد حضور فعال للسفارة اليمنية، إن كان للطلاب إذا كان معهم مشاكل، أو كان بعض المهاجرين كما شاهدنا قبل أسبوع تقريبا كان في واحد من اليمنيين الأعزاء، كان طبعا إنسان أكتف في المجتمع يعني ناشط ومصور مشهور الأستاذ أنور العميسي، للأسف يعني تآمرت السفارة يعني مع الحكومة الأمريكية للأسف لترحيله، وقاموا بإصدار جواز أو travel document يعني في خلال 24 ساعة، وهذا لم يحصل من قبل في أي سفارة من السفارات. فهذا غير قانوني أصلا، أنه أنت تقوم ترحل شخص إلى منطقة حرب وفي خلال 24 ساعة. فللأسف أصبحت سفاراتنا تعمل ضد المواطنين، وكما سمعت من الأخ الذي يتكلم من تركيا أنه بالفعل السفارات اليمنية تقوم بتوظيف ناس غير يمنيين، وهذا يعني عيب كبير في حقهم وضد القانون اليمني، أنه لازم يكون الشعب اليمني هم الذي يختاروا المفروض الناس اللي هم بيشتغلوا في السفارات الذي سيكونوا يعني نقطة الوصل بينهم وبين حكوماتهم، وهذول الناس هم الذين سيشعرون بمأساة المواطن اليمني. نعم، لكن سيدة سمية يعني فيما يتعلق بالتعامل، يعني إذا ما واجه المواطن اليمني في أي بلد مشكلة، يعني لا نجد السفارات اليمنية
تفزع بتلك الصورة التي تحدث في سفارات تمثل دول أخرى عندما يتعرض مواطنيها لأي مشكلة. يعني الأخ الذي أشرنا إليه منذ قليل حفظ الله كما تحدث، هو تحدث أيضا أن المشكلة قائمة على الفساد وأمور كثيرة، بينما أيضا يرى البعض أن وصل الحال ببعض السفراء والمسؤولين القائمين على هذه السفارات بأنهم ينظرون فقط بأن هذا المقر هو يعني مقر أو إقطاعية خاصة بهم يمارسون فيها ما يخدم مصالحهم فقط ولا يأبهون بالناس. نعم هذه حقيقة. طبعا أنا في معي تواصل مع الطالبات اللاتي عملوا اعتصام في ماليزيا علشان الرواتب أو المستحقات الطلاب، من ضمنهم الدكتورة سحر، فتواصلت معي. يعني حالات الطلاب مأساوية، هؤلاء الطالبات الذين بس يطالبون مستحقاتهم، أين ذهبت الأموال الذي مخصصة للطلاب؟ فهذه الأسئلة احنا بدنا نسأل السفراء اليمنيين الذي بيمثلوا الجمهورية اليمنية بالطريقة الشرعية، أين تذهب هذه الأموال؟ فهي طبعا فساد واضح للجميع، ليس فقط في ماليزيا، كذلك في روسيا، فقد شاهدنا الطالبات تم البلاغ عنهم والسلطات الروسية جاءت لأخذ الطالبات إلى السجن. فهذا يعني لم نعهده من قبل كيمنيين، فإن المروءة اليمنية وإن الشهامة يعني إحنا كيمنيين هنا في أمريكا يعني بنختلف شوية الوضع، لأنه اليمنيين هنا متكاتفين، فكل واحد بيحاول يساعد الثاني بقدر استطاعته. يعني مثلا الأستاذ أنور العميسي لما تم ترحيل الشعب اليمني، يعني المواطنين المغتربين اليمنيين حاولوا قدر الإمكان يتفاعلوا مع القضية. فصحيح أنه نحن لم نستطيع أن نحميه من الترحيل، ولكن المجتمع اليمني الآن طبعا برئاسة، طبعا هو مش رئاسة، هو المجتمع اليمني كله، يعني معنا احنا رئيس كوميونيتي، بس في اشخاص التجار مثل الجومري، محمد الجومري الان قام عامل حملة لجمع تبرعات للاستاذ انور العميسي علشان يبدا حياته يعني من جديد، لانه هو تم ترحيله ولم يكن له الفرصة ان ياخذ اي شيء. فاحنا بنشوف هنا المجتمع اليمني في امريكا متكاتف ومتعاون، وهذا الشيء احنا بنفتخر فيه. لكن للاسف 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 احنا بنشوف المجتمع اليمني في الدول الاخرى لا يوجد هذا التكاتف اللي موجود هنا، طبعا لانه هو يعني احنا في فرص العمل في امريكا اكثر، والناس بيقدروا انهم يقوموا بالحصول على اشغال كويسه ويكون معاهم شويه من الاموال، فبيقدروا انهم يتساعدوا ويتكاتفوا. ولكن كالاماكن اللي في ماليزيا انا اسمع من الطالبات انهم يعملون يعني احيانا 7 ساعات 8 ساعات، وهذا بيأثر على دراستهم هناك علشان يقدروا انهم يعيشوا، عشان يقدروا يصرفوا على انفسهم. اين الدوله؟ نعم إذن وضحت الفكرة، ابقي معي سيدة سمية. إذن مشاهدينا أرحب بضيفي، سينضم إلينا فهد الطويل، مواطن يمني في مقيم حاليا في مدينة ووهان الصينية التي انتشر فيها الوباء، وباء كورونا بشكل كبير. ولكن قبل أن أبدأ مع ضيفي نشاهد هذا الاستطلاع ومن ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. من الصين، من مقاطعة جينين، من مدينة شانغشول، نتحدث عن الأوضاع المزرية والمزدرئة للطلاب اليمنيين في الصين. مع ازدياد خطورة فيروس كورونا ومع ازدياد انتشاره في أكثر من مقاطعة صينية، تقوم الجامعات بزيادة تجديدات على الطلاب، بحيث لا يستطيع الطلاب الخروج من جامعاتهم ولا يستطيعون الخروج من السكن الخاص بهم، والبعض لا يستطيع الخروج حتى من الغرف الخاصة بهم. ونجد أن أكثر من دولة قد قامت بإجلاء رعاياها وطلابها من الصين، وخاصة من مدينة ووهان. بعض الطلاب اليمنيين لا يستطيعون الخروج من جامعاتهم، وبل لن يستطيعون الخروج من غرف نومهم مع خطورة المرض الشديد. ونتمنى من السفارة اليمنية أن تتجلى الطلاب خاصة في مدينة ووهان إلى مدن أخرى، إلى بكين أو مدن أخرى، لذلك لسبب خطورة هذا الفيروس. وشكرا لكم لسماع معاناة طلاب اليمن في الصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت الطالب اليمني في الصين في هذه الأوضاع، ومن خلالكم أود أن أوجه رسالة تطمين إلى كافة الأهل والأحباب في اليمن. نقول فيها بأننا بخير وصحة وعافية، وكل الطلاب اليمنيين في الصين بفضل من الله لم تسجل أي إصابات في ظروفهم
في الصين بشكل عام، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الرسالة الثانية وهي موجهة إلى الحكومة اليمنية وحكومتنا الموقرة، نقول فيها: نود أن نشعر ولو للحظة بأننا في ظل حكومة وظل دولة. نناشدكم بوضع الحلول اللازمة والعاجلة للطلاب اليمنيين في مدينة ووهان، كون المدينة موبوءة والطلاب هناك يعانون الأمرين. نناشدكم بوضع الحلول العاجلة والسريعة وبصرف مستحقات الطلاب المتعدين المتأخرة من العام الماضي ومستحقاتهم لهذا العام، يرسلنا للطالب العيش بأمن واستقرار في ظل الخوف والهلع من هذه الأوضاع. هناك وعود وعدت بها الحكومة بعمل حلول لازمة، ونحن ننتظرها وتنتظر تطبيقها. نتمنى ألا تكون وعود يعني كالوعود السابقة أو حبر على ورق غير قابلة للتنفيذ. كل الحكومات الأخرى وكل الجاليات تم إجلاؤها في مدينة ووهان إلا الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين. نحن نناشد مرة أخرى من خلالكم الحكومة اليابانية بأن تكون جادة في مثل هذه المواقف، وإذا كان هناك موضوع إجلاء يجب أن يكون في الحسبان موضوع انتقال الفيروس والحجر الصحي وكل تلك الخطوات حفاظا على. إذن مشاهدينا، هذا كان أو هذه كانت استطلاع لمواطنين يمنيين في الصين. وأعود هنا لضيفي فهد طويل من مدينة ووهان الصينية. سيد فهد، أسعد الله مساك بكل خير. يا مساء الخير أخي الكريم. أولا أشكر قناتكم الكريمة على الاستضافة الكريمة والاهتمام بموضوع الطلاب والطالبات الموجودين حاليا في مدينة ووهان، في هذه المدينة الموبوءة بهذا الوباء الخطير جدا. أهلا بك سيد فهد. يعني لكن دعني أتساءل هنا، يعني ما هي الحالة وما هو الوضع الذي أنتم عليه حاليا في هذه المدينة؟ والله أخي الكريم اسمحوا لي في هذا يعني المنبر دقيقة بس، يعني أشكر الحكومة الصينية على الجهد الجبار الذي تقوم به في للحد من انتشار هذا الفيروس، وكمان أيضا لإعطائنا الطالب اليمني الاهتمام الخاص. بصراحة الوضع هنا في عندنا، أنا حاليا الآن في السكن الطلابي في مدينة ووهان، لا نستطيع الخروج لا نستطيع الدخول. الوضع يعني أصبح شبه يعني معقد وشبه يعني خطير جدا. احنا الآن طلاب وطالبات هنا مع عوائلنا، هنا ناشدنا كم من مرة، ناشدنا جميع الجهات، وصلنا أخبار إن هناك مبادرة من سلطنة عمان الشقيقة بإجلاء بتقديم طائرة وكمان مساعدة مالية للطلاب. يعني هذا الخبر متداول سيد فهد، يعني هذا الخبر متداول، وإنما هي فرصة اسمعني، هي فرصة أننا نتأكد منكم، يعني هل بالفعل هناك تحرك من الجانب العماني لمساعدتكم؟ أخي الكريم، الجانب العماني يعني نتمنى منه، ونحن والله أول ما وصلنا الخبر هذا فرحنا شديد، لكن لم يصلنا أي تعميم أو تأكيد بهذا الأمور يعني. لكن إحنا لكن الخبر من مصادر صحيحة وليس شائعة؟ لا، الخبر ليس، لم نتأكد من الخبر بصراحة، لم نتأكد من الخبر إلى الآن، لم توصلنا يعني تعميم أو تأكيد من الحكومة سلطنة عمان أو شيء. لكن إحنا من هذا المنبر نناشد سلطنة عمان، نفتح أيدينا لأي دولة تقدم، لأي دولة، لأي يعني وزارة الخارجية. بصراحة إحنا يعني اليوم تم إجلاء الطلاب السوريين والطلاب العراقيين والإيرانيين اليوم من قبل دولهم. غدا سوف يتم إجلاء الطلاب السودانيين من عندنا، من هنا لم يتبقى يعني السوريين والعراقيين دولهم هي من أجلتهم وليس جهات أخرى. نعم. دعني أسألك هنا في مسألة الإصابات، يعني هل هناك حالات إصابة مسجلة ليمنيين في هذه المدينة؟ أخي الكريم اللهم لك الحمد، إلى حدك والآن ليس هناك أي إصابة لأي طالب يمني، ولكن إذا استمر الأمر كما هو والتغافل سواء طلاب أو عائلات يعني مقيمة في هذه المدينة، لا يوجد أي إصابة مسجلة حتى الآن. إلى الآن لم يتم الكشف عن أي إصابة ولله الحمد، ولكن هناك إصابات يعني من طلاب باكستانيين، من طلاب يعني عدد الإصابات تزداد يوما بعد يوم، يعني
بصراحة التوقعات حسب الموقع، الموقع الصيني ازداد المرض حسب التوقعات. يعني تسكنون معهم بنفس المباني، وبالتالي هناك سجلت اصابات لباكستانيين. انا الان اكلمك الان من المبنى السكني الان في الجامعه حقنا في جامعه الديجي هنا الان. يعني بصراحه نتمنى منكم التفاعل، يعني نناشد الجهات الرسميه، ناشدنا الجهات الرسميه للان رفعنا كشوفات باسماء الطلاب 170 طلاب وطالبات، يعني طلاب وطالبات وعوائل. احنا الان هنا نناشدكم هنا، يعني دفعنا الكشف. طيب يا فهد، هي فرصة لأن نوضح يعني الأمر، وتكون لكم رسالة أيضا من خلال هذا البرنامج. يعني ما هو أهم مطلب لكم حاليا؟ هل تريدون الإجلاء إلى اليمن، أم أنكم تريدون المساعدة لنقلكم لمكان آمن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وما شابه؟ نعم، المطلب الرئيسي لنا هو إجلاؤنا، يعني إجلائنا إلى سلطنة عمان، لأن الأوضاع في اليمن ليست فيها الإمكانيات المادية ولا من شان لنا، عرف كيف. فإحنا الآن نتمنى إجلاءنا من هذه المنطقة التي تزداد يوما بعد يوم خطر، يعني خطر عجيب. أنا الآن أكلمك الآن وما أستطيع أخرج من خارج البوابة حقي الآن. ربنا يحميكم ويكون بعونكم إن شاء الله سيد فهد. إذن نناشد من هذا المنبر رجال الأعمال. سأعود إليك وستكون لك مساحة تتحدث فيها بشكل كامل وبشكل دقيق. ابقى معي فقط قليلا ريثما أذهب لضيفتنا سيدة سمية من الولايات المتحدة الأمريكية. سيدة سمية، يعني كنا نتحدث منذ قليل بالعموم يعني في مسألة دور السفارات وما تقوم به تجاه مواطنيها. لو تحدثنا عن سفارة اليمن في الولايات المتحدة، ربما قضية العميسي هي يعني قضية تحسب على السفارة بأنها لم تهتم بالشكل المطلوب، ولكن دعينا نعتبرها زلة. ولكن ما قبلها، هل أيضا تتعامل السفارة بلا مبالاة وبهذا الإهمال مع المواطنين في الكثير من القضايا، أم أن هناك اهتمام ولو بالشكل البسيط؟ كما هو معروف السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي سفارة الوساطة، يعني أصحاب، إذا كان أنت من أصحاب الوساطة ولديك ظهر في الدولة فبالتأكيد سيكون لك صوتك مسموع وسيتم تلبية كل رغباتك. ولكن إذا كنت مواطن عادي فللأسف لا أحد سيسمع صوتك ولا أحد سيقول أين أنت. فمن ضمن زي ما تكلمنا على قضية العميسي، طبعا كان رد السفير أنه لا يعلم أن العميسي لديه اسم آخر، فلو كان يعلم ما كان ساعد حكومة آيس بترحيله. فهزلت، يعني إذا كان شخص ليس معروف يعني بكل سهولة ستقوم بضرره وإرجاعه إلى منطقة الحرب. فأتمنى أنهم يتحملوا مسؤوليتهم ومسؤولية أعمالهم ويقومون بتصليح الوضع، فقد فاض بنا الكيل. فإحنا كمواطنين يمنيين نريد أن نرى سفارتنا كظهر لكل اليمنيين، وليس لكل من لديه وساطة أو لديه شخص يعني معروف فممكن أن يساعد أو رجل أعمال. فيعني هاي من الأشياء اللي إحنا بالفعل بتأثر فينا كمجتمع يمني. That's why في كثير من اليمنيين لا يهتمون بالسفارة، وآخر شيء ممكن أن يذهبوا له هو السفارة اليمنية. بالضبط، يعني هناك سيدة سمية، يعني للأمانة قصص كثيرة مشهودة. يعني هناك مواطنين لدول أخرى عندما يعني تواجههم ولو مشكلة بسيطة يعني تتعلق بالدولة المقيم بها، مباشرة يقوم هذا الشخص بالاتصال بسفارته وتقوم الدنيا ولا تقعد في قضية هذا المواطن. بينما اليمني يعني عندما تصادفه مشكلة سواء كانت بحجم كبير أو متوسطة، هو يعني يختصر الطريق ويقول أنه لا يوجد من سيسأل عنه ويواجه مصيره بنفسه. يعني هذه حالة، هذه حقيقة. عندما واجه الأخ أنور العميسي هذه المشكلة قام بالتواصل بالناس الذي ممكن أنهم يقوموا يعملوا دور في المجتمع، تواصل مع بعض المنظمات الحقوقية والمنظمات اليمنية بغرض أن يساعدوه، وبالفعل حاولوا بقدر الاستطاعة أن يساعدوه. ولم يتواصل بالسفارة لأنه يعلم جيدا أن السفارة لن تحرك ساكنا، وإنما يمكن تقوم تعمل ضده أكثر.
فللأسف يعني إحنا شفنا أنه في تغييب للدولة، تقليل من قيمة المواطن اليمني في كل مكان، ليس فقط في أمريكا، في جميع الدول الأجنبية والعربية. فنلاحظ كيف اليمنيين يتم معاملتهم مثلا في المطارات، في مطار مصر، في مطار الأردن، بهمجية وبشكل يعني لا يطاق. أنا أتذكر عندما ذهبت إلى اليمن 3 سنين يعني سبقت، فشفت طريقة تعاملهم في المطار مثلا الأردن، يعني تعاملهم لليمنيين مع اليمنيين يعني بشكل لا يطاق. وعندما ترى أنه الشخص اللي هو مسؤول اليمني في الأردن هو بنفسه بيعامل اليمنيين بطريقة سيئة، فماذا تتوقع من الأردنيين أو الجنسيات الأخرى عندما يرون شخص منكم وفيكم يعاملكم بهذه الطريقة الهمجية؟ فبالفعل يعني إحنا بنتمنى أنه يكون في دولة في المستقبل، لأنه هو الآن لا أرى أي ضوء بتغيير للأحسن بالضبط. للأسف، فأتمنى أنه في المستقبل يكون في نتمنى يعني ذلك. لكن سيدة سمية، لو بعدنا عن السفارات ويعني تحدثنا هنا عن التكافل المجتمعي بين الناس في الخارج يعني كجاليات، كيف هو الوضع يعني في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجالية هناك، وكيف تنظرون أيضا لوضع الجالية اليمنية بشكل عام بمعظم البلدان؟ يعني هل يعني هناك أناس ووجاهات يقومون على هذه الجاليات ويقدمون العون للناس يعني ما لم تفعله السفارات؟ يا بالفعل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في معانا رئاسة جالية في كل ولاية، لدينا في نيويورك الأستاذ فتحي علايا، لدينا في ميتشيغان كمان رئيس جالية، في ماريلاند، في كل مكان في الجالية بتقوم بانتخاب شخص بحيث أنه هو يكون رئيس الجالية، لأنهم بالفعل لا يعتمدوا على السفارة أو قنصلية. فطبعا رئيس الجالية عادة هو الشخص الذي إذا واجهتك أي مشكلة تذهب مباشرة إليه. طبعا هنا في نيويورك يعني صحيح معانا الأستاذ فتحي علي إنسان رائع وممكن أنت تعتمد عليه، كمان في ناس يعني تجار بيبادروا بيحبوا أن هم يكونوا اليد الممدودة للخير لكل اليمنيين، فيعني في منهم يشوفوا اليمنيين سبيشالي الناس اللي جاءوا لاجئين أو جاءوا يبحثون عن أعمال، فيقوموا يدبروا لهم الأعمال ويساعدوهم كذلك في إيجار الشقق، وتحس إن هم بالفعل أهل في الغربة. هاي الروح المحبة والتعاون اللي إحنا افتقدناها للأسف يعني في بلداننا، وافتقدناها من حكوماتنا. الشعب المواطن اليمني بنفسه بيقوم بإيجادها وبيحاول إن هم يتكاتفوا ويتكافلوا مع بعضهم البعض، وهذا شيء جميل جدا. إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيدة سمية الرميم، ناشطة مجتمعية كنت معنا من مدينة نيويورك، شكرا جزيلا لك. وأعود شكرا لضيفي من الصين سيد فهد طويلي. سيد فهد، يعني كنا نتحدث عن ما هي حاجاتكم حاليا أنتم كمواطنين عالقين في هذه المدينة التي تعاني من انتشار متسارع للوباء. يعني هنا أيضا من يتحدث بأن الوضع الصحي في البلد ربما متدهور للغاية، والعودة إلى البلد ربما قد تكون فيها نوع من المخاطرة عليكم وعلى المواطنين، لأن الدولة يعني القطاع الصحي ضعيف جدا. بالتالي كان هناك من يقترح بأنه يتم نقلكم وتأمينكم بمناطق آمنة سواء في الصين أو في دولة أخرى، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة وأيضا تقديم الدعم المالي اللازم. كيف تجدون هذا الطرح؟ هل هو مناسب أم أنه مطلبكم العودة إلى الوطن هو بالأساس؟ أخ الكريم أنوه عليك، أقول لك التعامل الصيني معنا بصراحة التعامل راقي جدا، وكمان يعني الحكومة الصينية مشكو يعني تقوم بأعمال جبارة في الحد من انتشار هذا الفيروس، والاعتناء يعني خاص بنا يعني اعتناء بنا بشكل خاص بصراحة. يعني ما أريد أن ننوه فيه في هذا الفقرة إن إحنا بصراحة طلاب وطالبات يمنيين هنا في هذا المدينة المنكوبة، لا إلى حدك والآن لا يوجد أي رد شافي لنا أو تحرك ملموس إجلانا. الذي أريد أن ننوه إليه أن نحن مجموعة من نخبة من الدكاترة والمهندسين وطلاب البكالوريوس وطلاب الماجستير، ويعني على يعني لا ننتمي إلى أي فصيل سياسي، فقط إن يعني لا ندخل في السياسة، اللهم واحد إيش
يريد مطلبين رئيسيين. المطلب الأول هو إجلاؤنا إلى دولة سلطنة عمان بحكم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يعني وما في معنا توفير إجراءات السلامة. فنحن الآن طيب يا فهد، يعني هل هناك تواصل من قبل الدولة، من قبل الحكومة اليمنية؟ هل وصلكم أي شيء أو أي تطمينات؟ يا أخي الكريم، والله إحنا الآن تواصلنا مع السفارة ورفعنا لهم بأسماء كشف الطلاب الموجودين كلهم في هذه المدينة، عندنا 170 طالب، مع أسماءهم، مع أرقام جوازاتهم، مع تلفوناتهم الشخصية. إلى حد الآن لم يصل لنا أي رد. هناك رد فقط أنهم راح يصرفوا للطلاب، بعض الطلاب الأرباع المنح، لكن يعني بدأوا بهذا الشيء عمليا مسألة صرف المنح. أيوة نعم، ما أريد أن أنوه إليه أن هناك طيب هنا فقط داهمنا الوقت، يعني رسالة قصيرة وباختصار تود قولها من خلال هذه الحلقة. نعم، ما أريد أن أنوه إليه إن هناك معظم الطلاب ليس لديهم منح من الحكومة اليمنية، وإنما أتوا هنا يعني إلى الصين بحسابهم الشخصي. فعندما تصرف الحكومة أي مؤونة سوف تصرفها لطلاب معينين، لطلاب مقيدين. نعم. أريد أن أناشد في هذا المنبر، أن نناشد جميع الدول الجوار للنظر في معاناتنا، نناشد التجار، نناشد جميع أفراد الشعب اليمني الهبة. ألو. نعم، تفضل أكمل. نعم، نناشدهم يا أخي، إحنا نمر بظروف صعبة جدا في هذا المدينة. نعم، إذن نتمنى أن تكون رسالتكم قد وصلت، ويعني استمع إليها سواء جهات حكومية أو فاعلي خير أو أيا كان، وبالتالي كان الله معكم وربنا يعني يحفظكم ويجنبكم هذا الوباء المنتشر. شكرا جزيلا لك الطالب فهد الطويلي، كنت معنا من الصين، وبهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.